للحديث أكثر عن الانتخابات المبكرة في العراق ومحاولات إيران إلى مزيد من النفوذ والسيطرة عبر السياسيين الموالين لها في ظل غضب شعبي عارم ضد الأحزاب والعملية السياسية برمتها، ينضم إلينا الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. أستاذ صباح، بداية مرحبا بك. يعني تقريبا 6 أشهر تفصلنا عن انتخابات برلمانية مبكرة في ظل ثورة لم تتوقف تظاهراتها حتى الآن، إلى أي مدى أستاذ صباح المختار يمكن قياس رضا الشارع العراقي عن الانتخابات المنتظرة؟ العراقي لا ينتظر نتائج الانتخابات. الشارع العراقي أراد وطن، وثانيا أراد التخلص من الفساد والنهب الموجود في العراق. موضوع تدوير النفايات وتغيير الوجوه أو تغيير الأسماء واستمرار العملية بحد ذاتها بغض النظر عن الشكليات لن يؤثر شيئا في حالة العراق. العراق حاليا ينهب من قبل هذه الميليشيات التي ترتبط بإيران، ليس لديها هدف نحو الوطن، وبالتالي الانتفاضة العراقية والشارع العراقي والشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاته يعلم يقينا أن المسألة هي ليست مسألة إجراء انتخابات وأنها ستفرز شيئا جديدا بحيث يصبح الوضع العراقي أفضل مما هو عليه. الشارع العراقي يريد وطن، الشارع العراقي يريد التخلص من هذه الحكومة بما فيها البرلمان. البرلمان العراقي، وهذه أغرب حالة في العالم، البرلمان العراقي هو أفسد مؤسسة موجودة في، ليس فقط في العراق وإنما حتى على مستوى العالم. في العالم كله هناك حكومات فاسدة، هناك ميليشيات، ولكن دائما هناك على الأقل بعض الأصوات في البرلمان التي تراعي مصلحة الشعب. في العراق البرلمان هو إحدى أسوأ المؤسسات الموجودة التي تشرع للنهب وتشرع للميليشيات وتشرع للطائفية، وكافة أعمالها تستند إلى الطائفية، وبالتالي انتخاب أسماء جديدة أو وجوه جديدة في ظل الواقع اللي موجود هذا ليس ما ينتظره الشارع العراقي. وبالتالي أعتقد أن الشارع العراقي يفهم هذه المسألة. هذه اللعبة ممكن أن تستمر، ولكن الشارع لن يقبل بالنتيجة مهما كانت لأنها معروفة مسبقا. طيب أستاذ صباح، صراع محمون على القانون المنظم للانتخابات بين كتل بعينها، ومحاولات أيضا لتقسيم الدوائر بما يخدم مصالح كل طرف كما هو يعني واضح وحسب ما يصفه محللون ومراقبون للوضع الآن في العراق والمشهد. من وجهة نظرك أستاذ صباح، أين تقف إيران من هذه السجالات وهذه التجاذبات؟ إيران بالنسبة لها تنظر إلى المسألة الرئيسية، وهي إبقاء العراق في ظل الميليشيات والفساد واستنساخ فكرة الحرس الثوري الإيراني في العراق وتحويل العراق إلى دولة تستند إلى الطائفية يحكمها رجال دين فاسدين. هذا ما تريده إيران. أما فيما يتعلق بالتفاصيل، أي مجموعة ستعمل مع من ومن الذي يشتري من وكيف يصوت وكيف يقسم إلى دوائر انتخابية، إيران ليست مهتمة بهذا الأمر. إيران تريد تحقيق الهدف الرئيسي، والهدف الرئيسي هو إبقاء العراق في الوضع الراهن الذي هو فيه، بلد مغتصب، بلد يسرقه سياسيوه وبرلمانيه، البلد أبناء يعيشون في ظل الجوع والفقر وانعدام المياه واستمرار الحالة. هذا ما تريده إيران. أي طريقة تحقق ذلك إيران تؤيدها. أما موضوع التفاصيل، هل يجي العامري ولا يروح شخص آخر، هذه بالنسبة إلى إيران قد يكون لها رأي في هذا الأمر، ولكنها العراقيين، هؤلاء السياسيين اللي موجودين سواء كانوا الميليشيات أو اللي في الحكومة أو اللي في البرلمان، هم يقومون بالعمل القذر الذي تريده إيران. وبالتالي إيران ليس لديها شيء لا تخشاه ولا تعارضه ولا تؤيده. بالنسبة لها ما دام هذا الوضع مستمر والتدهور العراقي سيستمر ولا يمكن إنقاذه بانتخابات شكلية كاذبة،
بالنسبة إلى إيران هذا يتحقق مالها، يتحقق الهدف مالها. قانون الانتخابات والانتخابات في العراق لحد الآن ليس هناك حديث عن مصدر تمويل هذه المجموعات المسلحة، ليس هناك أي قيود على شراء الأصوات من الناخبين، ليس هناك متطلب لوجود برامج انتخابية لمن سيتنافسون، هذا حزب علاوي وهذا حزب محمد وذاك حزب آخر، هذه ليست انتخابات وليست أحزاب وليست عملية سياسية، هذه عبارة عن تقاسم كما تفعل الميليشيات في الغالب وكما تفعل المافيات. المافيا تقوم بإيجاد أشخاص ومسميات يستمرون في تحقيق أهدافها، وهنا استمرار تدمير العراق بالوضع اللي هو سائد، وهذا ما لن يقبله العراقيين، وستستمر الثورة بغض النظر عن كل الصعوبات التي وجهت والتي ستواجه مستقبلا، لكنها ستستمر والناس لن تقبل. إذا كانت هناك بحسب الأنباء يعني الواردة وكذلك التقارير، إذا كان هناك يعني نوعا ما محاولات لترميم الوضع السياسي بقوانين تنظم الانتخابات حتى ولو بشكل صوري، أستاذ صباح، يعني في ظل هذه الأجواء من وجهة نظرك يعني كيف توصف من الناحية القانونية قيام القوات الحكومية والميليشيات يعني بقتل المتظاهرين خلال هذه الأيام؟ والمتظاهرون كما تعرف هم مطالبون بحقوق شرعية يكفلها حتى الدستور، وهم أيضا يطالبون بالديمقراطية التي تنصفهم يعني كما حدث اليوم في البصرة. والله يا أخي يجب التفرقة بين الأحاديث التي تقدمها الحكومة ورئيس الوزراء والبرلمان والمناقشات الفنطازية التي تجري في البرلمان، تقسيمها إلى دوائر انتخابية، تصويت فردي، هذه كلها عملية على الأقل على الظاهر هي عملية سياسية وهي عملية قانونية. أما فيما يتعلق بقتل المتظاهرين هذه لا علاقة لها إطلاقا بهذا الأمر، هذا تيار مستقل، هذا بدأ 700 شهيد لحد الآن راحوا أكثر من 700 شهيد، القتل مستمر، القتل لا علاقة له بالانتخابات سواء كانت تجرى أو لا تجرى، إذا أراد من أراد ورفض من يرفض، القتل هذا خط تمارسه الميليشيات بمعرفة وقيادة الحكومة وبسكوت البرلمان وبانتهاك أقل ما يتوقع من السلطة القضائية. القتل عملية مستمرة ومختلفة تماما عن موضوع العمل السياسي والعمل البرلماني. القتل هذه الحكومة جاءت لتقتل الناس، ليس الآن، هذه السنة 17 هذه الحكومة، يعني احنا نسينا اللي سواه المالكي والعبادي وعبد المهدي والى اخره، هذه ليس تغييرا، هذه السياسة من البداية، وبالتالي لا علاقة لها بموضوع الانتخابات وما تدعيه. طيب. الحكومة. استاذ صباح، هناك نواب يتوقعون عدم اجراء الانتخابات في موعدها ويتوقعون تأجيلها، بماذا تفسر هذه التوقعات واحتمالية تحققها؟ أظن أن الخلافات اللي موجودة بينهم على الأقل إذا هم بعد لحد الآن لكي يضعوا القانون هناك هذه الاختلافات، تصور ماذا سيحصل حينما تقترب مواعيد الانتخابات وتبدأ عملية شراء النفوذ واستعمال السلاح بين الفئات المختلفة على أسس طائفية وعلى أسس مادية، من الذي يربح ومن الذي يخسر، هذه الأمور هي التي ستؤدي إلى صراعات أكبر بكثير مما نرى في الوقت الحاضر. هذه الصراعات قد تؤدي في نهاية الأمر لانعدام الأمن بدرجة عالية جدا في العالم كله وحتى في العراق. حينما تجري انتخابات يجب أن تكون الأوضاع طبيعية في البلد الذي تجرى فيه الانتخابات. العراق يعيش في حالة شبه حرب في الوقت الراهن، لا توجد سلطة للدولة، هناك ميليشيات تقتل على الهوية وتقتل كما تشاء،
الحكومة أعلنت أنها ستقوم بجمع السلاح، وأعلنت كثيرا من المرات بحيث لم تجمع أي سلاح، وبقيت الأسلحة الخفيفة والثقيلة موجودة لدى الميليشيات التي حولت أسماءها أو تحاول أن تحول أسماءها بحيث تصبح أحزابا سياسية بدل أن تكون ميليشيات. هذا الوضع سيجعل إمكانية إجراء الانتخابات أصعب من المعقول، وبالتالي هناك احتمال تأجيل الانتخابات. ولكن في نهاية الأمر ما هو الفارق بين أن لا تجري انتخابات أو أن تقرر إجراء الانتخابات ثم تؤجلها، أو أن تجري انتخابات والنتائج لا تفرق عن الوقت الحاضر؟ ليس هناك أي فرق. هذه ممارسة، الأمريكان خدع العراقيين في البداية أن هناك شيء له اسمه الديمقراطية. الجيش الأمريكي يحتل العراق بدعوى نشر الديمقراطية. الديمقراطية هي لأهل البلد وليس للأجانب، لا للإيرانيين ولا للأمريكان. العملية الديمقراطية تحتاج، هناك متطلبات كثيرة غير متوافرة في الوقت الحاضر، ومحاولة تصوير أن الانتخابات هي ديمقراطية هو لعب بالألفاظ. شكرا جزيلا أستاذ صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في لندن، كنت معنا عبر سكايب.